مكملين معكم، واكيد للفن التشكيلي في حصة بصباحنا، وكل فنان تشكيلي قدر اليوم من خلال لوحاته ينقل رسائل عديده، يوثق احداث وامور عم نعيشها، واكيد كل فنان له اسلوبه ورؤيته الفريده بالفن التشكيلي، وبين الريشه واللون اكيد ضيفنا لليوم خلق مساحه من الابداع وترك بصمه خاصه في بعالم الفن التشكيلي. هايدي كمان ما بدنا ننسى انه مواضيع ومضامين مختلفة أكيد. كانت موجودة بلوحات معتز العمري الفنان التشكيلي اللي صار معنا ضمن الاستديو. اليوم رح نحكي عن المعرض اللي تم وعن لوحات بتحمل بصمة وابداع واكيد فن تشكيلي مميز. اليوم كتير تفاصيل رح يخبرنا عنها الفنان التشكيلي معتز العمري، وهو مسؤول المعارض باتحاد الفنانين التشكيليين الفلسطينيين. يسعد صباحك استاذ. يسعد صباحكم ويسعد صباح سوريا والرحمه لارواح الشهداء في سوريا وفلسطين ولبنان. امين يا رب. شكرا لك. اهلين فيك استاذ معتز. خلينا هيك نبدا مع حضرتك، نعرف المشاهدين اكثر عن مسيرتك الشخصيه بالفن التشكيلي، ايمت بلشت؟ طبعا مسيرتي الفنيه مثل اي طفل ببلش يلعب بالالوان من صغر، يعني هو صغير بلش الانسان بتستهوي اللون، بيستهوي الشكل، فكانت هي البداية من الطفولة طبعا وتستمر وتنمو. بعدين درست الفن التشكيلي ودخلت بمجال المعارض ودرست عدة مجالات في الفن التشكيلي والخط العربي، الكمبيوتر، كل شيء له علاقة بالموضوع الفن التشكيلي تقريبا حاولت أدرسه، لأنه مكمل يعني كله، يعني أنت ما فيك تفصل الفن عن أي جزء منه، فأي دراسة بأي جزء من أنواع أو أنواع من الفن التشكيلي فهو كثير مهم. كان اختصاصي بالجرافيك وكانت أتيحت لي الفرصة يعني كانت فرصة كثير مهمة أن أكون عند الفنان الراحل مصطفى الحلاج في مرسم، حوالي 3 أو 4 سنوات قضيت في المرسم عنده لأكتسب الخبرة في موضوع الجرافيك اللي كان له تجربة كبيرة، موضوع الجدارية اللي اشتغلها ارتجالات إنسانية حوالي 100 متر وكلها حفر وجرافيك يعني، فكانت هي تجربة مهمة لكون بداية المشوار الفني اللي أنا اشتغلت عليه. كمان عم نشوف من خلال لوحاتك أستاذ معتز أنه في تشكيل لوني، يعني اللي بيشوف هي اللوحات بيلاحظ في تشكيل لوني وتفرد أيضا ببصمة مختلفة. أنت بلشت أول ما بلشت بالرسم سعيت لهذا الموضوع أنه تكون بصمتك خاصة جدا ويكون التشكيل اللوني هو أساس لوحاتك، ولا بلشت كفكرة بسيطة وتطورت مع الوقت؟ هلا ببلش الواحد بيشتغل مثل ما حكيت لحضرتك لما بدايه التعلم، ودائما بقول انا في مرحله الرسم وفي مرحله الفن. في مرحله الرسم اللي بيرسم فيها الواحد الاشياء الكثير، البورتريه، الحارات، المناظر الطبيعيه، اي شيء له علاقه بالرسم، لينتقل من خلال البحث ومن خلال التجربه ومن خلال العمل لينتقل لمرحله الفن. مرحله الفن بحاجه لبحث، بحاجه لقراءه، وبحاجه لفكر، وبحاجه لهدف يعني. فمو سهل انك انت تنتقل من عالم الرسم لعالم الفن. هلا هي اللوحه استاذ ممكن تحكي لنا عنها؟ يعني هون صعب الترجمه. له علاقه باللون وله علاقه بالشكل وله علاقه الاهم بالتاليف. يعني انت الرسم ممكن تنقل من صوره، ممكن تشوف فازه قدامك ترسمها، هاي بالبدايات. الفن هو تاليف عمل، يعني انت بدك تصير مؤلف، عندك هاي الاطار الابيض، هاي المساحه البيضاء، انت بدك تكون المؤلف للعمل، فهو بيكون مثل يعني مثل اللي عم بيشتغل مسرحيه كامله، بيكون المخرج والممثل بده يكون كل هاي العناصر هو جوا هاي المساحه البيضاء. فانا دائما برتكز على موضوع الشكل واللون والحاله الانسانيه، واللون جزء مهم من حياتنا. يعني اليوم نحن كل تعاطينا مع اللون، يعني نحن ما فينا نشوف ما نشوف اللون الاخضر، ما فينا نستخدم اللون الزهر، ما في الالوان بتغرينا، الاحمر، الاخضر، الاصفر، كل هاي الالوان هي مكونات من حياتنا. فلما تكون يعرف الفنان كيف يستخدمها وكيف يسخرها بعمله الفني بتوقع بيوصل لمرحله كثير من جماليات اللون. ودائما يعني انا لانه كمان بعلم الفن وبدرسه بقول انه اللون هو علم بحد ذاته، هو عالم، فانت كل ما تبحرت فيه وكل ما خضت بهذا العالم اللون هو بيصير بيعطيك قيم لونيه مختلفه. يعني اليوم مثلا الاخضر ما بتشوفي درجه اخضر وحده، درجه الازرق ما بتشوفي درجه ازرق وحده بالطبيعه حتى، فكيف لما انت تصير تتعاملي معها فتصير في اكتشاف باللون، في بحث، ودائما بيشتغل على موضوع الشكل واللون، يعني بربط الشكل الانساني
باللون. طب هذا الشكل استاذ انا كثير حابه انه ترجم لنا، ولو المرأة اللي هي على راس السمكه، والسمكه اللي بترمز للخير وللعطاء، تمام، والمراه اللي بترمز للقوه والتضحيه، فدائما بتربط العناصر انت، يعني في عندك ربط. وبقول لحضرتك احيانا الفنان بيشتغل باللاوعي، يعني هو بيشتغل بحاله التاليف، بيشتغل بهاي الحاله اللاوعيه، يعني بعدين لتتحول في مرحله من الوعي بيصير بيظبط، يعني بيخرج العمل خلينا نقول. فهون انا بعتمد على حاله اللاوعي الموجوده بالداخل لكون الشكل العام، التاليف العام، وبعدين ندخل العقل بتزويق العمل، يعني باخراجه بشكل انه يكون للمشهد بصري للمشاهد. طبعا بده يكون العمل بيحمل شيء، مضامين فلسفيه، مضامين فكريه، مضامين ثقافيه، مضامين لها علاقه بحياتنا كفنان فلسطيني، كفنان فلسطيني مقيم في سوريا، كفنان عم بتعرض لكثير من الاشياء اللي تعرضنا لها في سوريا من خلال هاي المرحله، واللي عم يتعرض له الشعب الفلسطيني واللبناني كمان، كلها هي عم تاثر بالعمل، يعني هي مو بمعزل العمل تبعي عن هاي الحاله اللي عم نعيشها نحن. فهي جزء مهم من الحاله اللي عم نعيشها، صورها مو ممكن بالحالة المباشرة، بالحالة الإنسانية الأشمل. تمام أستاذ معتز، يعني حضرتك ذكرت أنه بتعتمد على الأسلوب الإنساني اليوم بلوحاتك، وأكيد اليوم كل فنان تشكيلي له أسلوبه. في عندك الفنان التشكيلي بيركز من خلال لوحاته على مثل ما ذكرت أمور إنسانية أو أمور وطنية أو حتى أمور الجمال. طبعاً طب برأيك اليوم الفنان التشكيلي لازم يجمع بين هي المواضيع، بين أكثر من موضوع ضمن لوحاته، ولا يكتفي بنمط معين وأسلوب واحد كرمال يتفرد فيه؟ هلا يعني كل فنان مثل ما حكيت حضرتك له أسلوبه وله توجهه، يعني تمام، ورسالة. يعني هلا ممكن تكون الجمال هي رسالة، ممكن يكون العمل ضمن العمل الوطني هو رسالة، العمل الإنساني هو رسالة. هلا اذا قدر الفنان يجمع بين هذول المكونات كلهم كمان شيء جميل، يعني هو مو بالضروره، مو شيء ملزم للفنان انه والله بده هو يحيط بكل شيء، مو ملزم. له الحريه الفنان، والفن هو حاله ابداعيه يعني، وحاله تتعلق بالواقع اللي عم نعيشه. فاذا الفنان اخذ احد هاي المدارس الفنيه او احد هاي التوجهات من رسائل، ان كانت لها علاقه بالجمال او الشيء الانساني، كثير مهم. وهو الجمال اصلا شيء انساني، يعني انت ما فيك تفصل الاشياء عن بعضها، يعني ما فيك تفصل الجمال عن الموضوع الانساني، عن اللون، عن الوطن، ما هو انت جزء من هذا الوطن، فكيف اذا فصلتي انعزلتي، واذا انعزلتي خرج العمل تبعك من خارج الاطر اللي ممكن تكون يعني مناسبه للمشاهد او للعرض. طب استاذ معتز، اليوم لكل رسام او لكل فنان العالم اللي حواليه بيعتقدوا انه هذا الشخص عنده طقوس خاصه بعيشها لحتى يطلع معه كل هذا الفن والابداع. اليوم طقوس معتز شو هي بالنسبه لموضوع الرسم؟ طبعا هلا اكيد الفنان له طقوسه الخاصه حقيقه، يعني لازم تكون موجوده. طبعا يعني له جو الخاص الفنان، يعني ما في يشتغل باي جو، ما في يشتغل اذا ما هو في يعني مقومات. هلا اليوم نحن في الظروف اللي عم نعيشها صار في مقومات جديده، يعني اليوم مثلا انا بس ما يكون في كهرباء بدي اشتغل على ضوء الليدات، بدي الاقي بدائل انا دائما، يعني وهي قدره الابداع على انك تلاقي البدائل دائما، وما توقف انت بلحظه معينه. يعني كانوا زمان الفنانين ما كان في كهرباء، لما اذا نرجع للفنانين القدماء كانوا يشتغلوا على ضوء الشمعه اللي هم استفادوا منها بالاضاءه. فانت احيانا المصدر اللي انت عم تشتغل عليه هو ممكن يفيدك بالعمل الفني تبعك، ممكن تستفيدي من العمل الفني برا بالضوء الشمس تستفيدي منه. ففي جو للفنان بيخلقه هو الفنان، هو بيختاره، يعني ممكن يختار الموسيقى المعينه بيشتغل عليها، ممكن يحب حدا بيشتغل على موسيقى صاخبه، كل فنان له جوه الخاص. في اشخاص انا يعني اصدقاء بيشتغلوا اماكن ضيقه مثلا. طب انت شو جوك الخاص؟ هلا انا يعني بشتغل ضمن بحب الموسيقى، يعني بشتغل على الموسيقى اللي لها علاقه بالالتزام كمان، لانه هي بتعكس الموسيقى العالميه، يعني هذول انا بشوفهم هن جزء من مكون العمل الفني، والعمل اذا ما بيحوي موسيقى كمان بيكون ناقص، فالعمل لازم يكون فيه موسيقى. هذا الرتم اللي عم تسمعيه بتلاقيه موجود. احيانا بحب اسمع موسيقى صاخبه فعلا، لانه العمل بتحسيه بتطلب هذا الشيء. يعني مو جو واحد ممكن الواحد بيعيشه الفنان، ممكن يكون حسب العمل متقلب. حسب طبعا المزاج. إيه حسب، يعني حسب العمل اللي عم بيشتغله. احيانا بيحتاج يكون مع مجموعه من الاشخاص لا ياخذ منهم طاقه يكون موجوده بالعمل، فاحيانا واحيانا بيحتاج الوحده الفنان،
واكيد له طقوس الخاصه اللي هو يمكن الاخرين يدركوها اكثر ما هو يدركها. يعني اليوم قد ايه مهم الفنان التشكيلي يواكب الاحداث يلي عم بتصير على ارض الواقع؟ اذا عم نحكي اليوم الشيء اللي عم بيمر فيه لبنان الشقيق او اهلنا بغزه او حتى ببلدنا، اليوم قد ايه ممكن الفن التشكيلي يوصل رسائل، قادر يقنع، قادر يوثق احداث، وقد ايه ممكن قادر ياثر بالمجتمع اكثر؟ هلا هو الفن رساله، يعني مثل ما حكينا بده يحمل رساله معينه، الفن يكون له مضمون. يعني العمل الفني اللي خالي من الرساله هو بتحسي ما قوي العمل، ما له قيمه يعني. فلما يكون اليوم نحن عم نعيش بهي المرحله اللي عم نعيشها من خلال الصراعات وهذا العدوان على اهلنا في فلسطين والعدوان على اهلنا في لبنان وعلى اهلنا في سوريا واللي عم نتعرض له نحن كدول مقاومه، يعني اكيد لها دور بالعمل الفني. واكيد الفنان اليوم مطالب انه يكون الفنان الملتزم، يعني ان كان فلسطيني او سوري او لبناني او اي من اي بلد، مطالب انه يوثق هذا الشيء اللي عم يصير. هلا موضوع التغيير هو جزء، يعني هو الفن ممكن ما يحدث التغيير الكامل، بس هو جزء من هاي المرحله الصراع، يعني هو توثيق لهي الصور المجازر اللي عم نشوفها يوميا. ممكن ما تكون الرسومات بشكل مباشر، ممكن ما يعبر عنها الفنان باللحظه الانيه، ممكن يعبر عنها بعدين، ممكن يكون احيانا الفنان مستبق للحدث اصلا. يعني يعني في اعمال ممكن الواحد بيشتغلها بشوف احداث بيكون هو منفذها، فاحيانا الفنان بيقولوا بتنبأ بالحدث، استقبل يعني قبل الاخرين، فبتلاقي انه بعمله انه في صور عم يشوفوها الناس انه هاي موجوده قبل ما صار الحدث. فالعمل الفني مهم انه يكون ملتزم بالموضوع، لانه كمان التوثيق، يعني اليوم نحن كل شيء مر عبر التاريخ هو من خلال الصور، من خلال اللوحات، من خلال النقوش، الحضارات الفرعونية اللي صارت، الآشورية، الكنعان، كل هاي شفناها من خلال صور ونقوش موجودة على الجدران أو من خلال لوحات أو من خلال لوحات الفنانين، عرفنا كثير جزء من التاريخ. فأنا بشوف الفن هو جزء مهم من عملية التغيير وجزء مهم من التاريخ صراحة. كمان ما بدنا ننسى أنه حضرتك مسؤول اتحاد المعارض الفنانين التشكيليين الفلسطينيين، خلينا نحكي عن أنشطة الاتحاد اليوم شو هي راح تكون؟ هل هي داعمة لكل المواهب، لكل الفنانين التشكيليين؟ عم تسعى لإقامة المعارض لكل حدا ولكل فنان بده يعمل معرض؟ نحن دائما بالاتحاد نتوجه للنخب من الشباب لنقوي تجربتهم ويكونوا شريكين معنا. يعني في عندنا مجموعه من الفنانين المحترفين، وهي درجات دائما الفن، يعني مثل ما حكينا هو تطور. ففي معنا يعني بالاتحاد مجموعه من الفنانين المحترفين وفي مجموعه من الشباب اللي هو والخريجين، فدائما هم مشاركين معنا بالمعارض. يعني كان لنا معرض في حمص من حوالي اسبوعين في اتحاد الفني مع التعاون مع اتحاد الفني التشكيل في فرع حمص، كثير كان مهم المعرض وكثير الناس انبسطوا على هاي التجربه اللي شافوها لمجموعه من الفنانين الشباب ومجموعه من الفنانين المحترفين. كثير نشاطاتنا نحن مثلا بناكد على موضوع مثلا يوم الارض، بناكد على موضوع اللوحه الصغيره مثلا، هذول النشاطات اللي في تشاركيه حتى مع فنانين من اخواننا في السوريين، فعم تكون المعارض مشتركه بيننا وبينهم بهي النشاطات. كثير مهم توعيه الشباب الجيل، مهم الاخذ بايدهم، مهم يكونوا معنا شركاء، لانه هن كمان الجيل الصاعد مثل ما نحن كان في لنا قدوه من الفنانين الكبار، كمان اليوم الشباب نحن مطالبين انه يكونوا جزء من هذا المشروع الفني، جزء من هذا، لانه الحضاره الانسانيه وحضاره الدول والعالم هي مكونها العمل الفني. واول ما نقول هو بنشوف مثلا بنروح على اي بلد بنشوف المتاحف فيها، بنتوجه لمتحف مثلا نشوف العمل الفني او الاثار اللي فيها. فانا بشوف هذا الشيء كثير مهم انه نطور العمل الفني عندنا من خلال ورش العمل، من خلال المعارض المكثفه وخاصه بهاي المراحل، فكثير مهم انه نشتغل على هذا الموضوع. اكيد استاذ معتز، كمان خلينا نوضح، كان في لك مشاركات خارجيه بمعارض خارجيه، خبرنا تفاصيل اكثر عن اهميتها واخر معرض يمكن قمتوا فيه. شاركت بمعرض من خلال اعمالي معرض بروما بايطاليا اسمه معرض ميونيتي، من خلال صديقه الاسبانيه بعثت اعمال وتم قبول الاعمال وكثير يعني انبسطوا بهي الاعمال وعجبتهم الاعمال، وشاركت كفنان فلسطيني سوري بهذا المعرض. وهذا المعرض فيه دفع رسوم وفي تكاليف، يعني انا استثنوني كفنان فلسطيني، استثنوني من هذا استثنوا انه ادفع يعني، فكانت لي شرف المشاركه بهذا المعرض اللي هو معرض مهم، وان يكون انا يعني عم بوصل لعالميه
طبعوا الاعمال هن ما شاركت بالاعمال الاصليه، بعثت اعمال وطبعوها بدقه عاليه، وكثير كان في اهتمام وكان في كتالوج وكان في صور لاعمالي وصيره ذاتيه كامله عني مطبوع بالاسباني الكتالوج. فانا بشوفه هذا من المراحل المهمه، وهذا عم حضر ان شاء الله لمعرض هيك قريبا ان شاء الله، يعني يكون هون عند الاستاذ مصطفى علي في جالري مصطفى علي النحات الجميل كمان. فانا يعني ان شاء الله عم بسعى على كمان تطوير التجربه الفنيه تبعي وبشتغل على هذا الموضوع. اكيد اليوم ما بدنا ننسى انه في كثير مواهب هيدي بحاجه لدعمكم. اكيد المواهب الفنيه اللي بحاجه لدعم كثير مهم انه نشتغل على هذا الموضوع، دعم المواهب الفنيه. انا بدرس بالمركز التربوي للفنون، عم بيجوا عنا كثير من المواهب الشابه حقيقه، وعم بيفاجئونا اطفال يعني باعمار صغيره من صف سادس او صف تاسع او صف عاشر، عم بيفاجئونا بمواهب كثير جميله. يعني عم بتفاجئ احيانا بيلتقي باشخاص مثلا دارسين طب او دارسين هندسه، عم بيقدموا اعمال يعني كثير جميله. نقول اليوم في مواهب، اتحاد الفنانين هو داعم لكل مواهب الشباب. اليوم يمكن ما في موهبه عند الشباب ما هي مدعومه، عم تنتقل ان كان بالمعارض بالدعم. طب الصعوبات اليوم اللي الشباب عم يواجهوها ان كان شباب ولا صبايا عندهم مواهب بالفن التشكيلي، شو هي اكثر الصعوبات اللي ممكن يواجهوها بهذا المجال؟ هلا اهم الصعوبات هي الصعوبات الماديه اللي يواجهها الفنان ان كان شباب او كان حتى كبار. موضوع الصعوبات المادية هي اللي بتعيق أحياناً عمل الفنان. يعني اليوم لما بدي يأمن إطار مثلاً، بدي أمن ألوان الشاب، كثير في تكلفة عالية. يعني هاي أهم الصعوبات، الأمكنة أحياناً. اليوم مشكورة وزارة الثقافة ووزارة التربية عم بتيحوا أماكن حقيقة يعني عندنا المركز التربوي تابع لوزارة التربية، مفتوح الأمكنة شيء 13 مكان، هذول مفتوحين لتنمية المواهب. وزارة الثقافة فاتح المراكز الثقافية كمان، في أنشطة كثير. فالدولة يعني كثير مشكورة عم تسعى لموضوع تطوير الفن. طبعا هو بده تعاون، بده مساعدة من جهات داعمة، من سبونسرات، من داعمين، من راعين لتجارب الشباب، لتقديم الألوان، لتقديم الإطارات، لتقديم الدعم اللوجستي اللي ممكن ينجح العمل الفني. فاليوم في هاي الصعوبات، احيانا صعوبات بالنقل، يعني لما ننقل الاعمال من مكان لمكان في عم تصادفنا كثير من الصعوبات. يعني هاي الصعوبات بده يعني يحاول الواحد يتغلب عليها ليستمر بموضوع الفن، لانه هو الفن رساله. اكيد. بالختام كنت معنا الاستاذ معتز العمري الفنان التشكيلي، شكرا لك ولوجودك معنا لليوم، واكيد بنتمنى لك كل التوفيق والنجاح بمسيرتك الشخصيه والمهنيه. شكرا لكم ويسعد صباحكم ويسعد صباح سوريا يا رب. شكرا لك استاذ معتز، واكيد بنتمنى كل التوفيق لكل حدا اليوم عنده موهبه ان كان بمجال الفن التشكيلي باي مجال من مجالات الفن والابداع.